كل الفرق اللي غيتأهلوا من المجموعات في دوري الأبطال أو زواكس اللي غيتوقع وغيحرق عليكم الفراجة. المجموعة الأولى ليفربول ولاياكس، نابولي كيديروا النوبة مع أتلانتا على بلاصة في المجموعة، ومعهم رانجرز وصيف بطل أوروبا ليغ. المهم اللي غيتأهلوا من هذه المجموعة، لاياكس داروا فلوس الدنيا والدين من بيع اللاعبين وقال لك باغين يدوزوا، باش بغاو يدوزوا اللعابة ديال بابي فوش. ليفربول بالرغم من الصعوبات ونابولي هما اللي غيدوزوا. المجموعة الثانية بورتو، لاتليتيكو مدريد، ليفركوزن وكلوب بروج. مهم كلوب بروج شكرا لهم على المشاركة. اتليتيكو مدريد غيدوزوا، بقات بين بورتو وليفركوزن، غندوزوا بورتو بالاكسبيريونس. المجموعة الثالثة بايرن، البارسا، انتر وفيكتوريا. كون كانت سميتهم فيكتور تقدر تكون عندهم حظوظ، اما فيكتوريا ما فماش. دابا بحال هاد المجموعات اللي كيكونوا فيهم جوج فرق مرشحين للتأهل وفريق مرشح انه يدير مفاجأة، طبعا هاد كلمة مفاجأة كتبقى بين قوسين، ديما كنتوقع حدوث مفاجأة وعمرها وقعات، فداكشي علاش غادي نتعلم من الدرس ديالي هاد المرة وغنتوقع حدوث المفاجأة. البايرن غيونس الماني والارسنال نهار الخميس، والانتر والبارسا الى دور 16. زيد ارى لي المجموعة الرابعة، هاد المجموعة الفراقي فيها ما عندهمش الوراق، جايين حارقين من اليوروبا ليغ. توتنهام والفراق الاخرين بمستوى متقارب، فرانكفورت، سبورتينغ لشبونة ومارسي. صعب التوقع من سيمر مع توتنهام، سير غندفع اوراقنا على سبورتينغ لشبونة. المجموعة الخامسة ميلان، تشيلسي، ريد بول سالزبورغ ودينامو زاغريب. ريد بول سالزبورغ ودينامو زاغريب غنشكرهم على المباريات الكبيرة اللي غيقدموا، وميلان وتشيلسي الى الدور الموالي. المجموعة السادسة ملك اوروبا، ريال مدريد، رازنبول لايبسيش، شاختار دونيتسك وسيتي غلاسكو. مجموعة سهلة عند الريال، ولكن ضروري عزيز عليهم يشدوا الصون مع بحال هاد الفراقي، كيحشموا يدوزوا فيهم بست انتصارات كاملة بالعاني باش يبيعوا العجل الفراقي الكبار الاخرين. المهم شكون غيدوز مع الريال؟ شاختار واخا كيكونوا مزيانين ولكن عزيز عليهم يسهروا نهار الخميس بالليل. رازنبول لايبسيش سيعودوا للتأهل ولعب ادوار اقصائية مرة اخرى. المجموعة السابعة سيتي، سيفيا، دورتموند وكوبنهاغن. سيتي ما كيضحكوش في هاد المجموعات، شكون اللي غيرافقهم؟ سيفيا هاد العام زيرو، بداية صادمة، ودورتموند متصدري الدوري الألماني هاد الساعة مع فرايبورغ. ولكن عرفتي هادوك الفرق اللي ما كيكونوا كيديروا والو كيتفرقعوا في الشامبيونز ليغ، هكاك غيوقع مع إشبيليا وغيرافقوا السيتي. هاد المجموعة سبحان الله كي منورة وكي مضوية، ولكن واخا اليوفي اللي مضوية غيمشيو ليوروبا ليغ. باري وبنفيكا اللي غيتأهل.